المستشار يدعو لفرض العمل على المستفيدين من المساعدات الاجتماعية. حزب نيوز يطالب بإغلاق المعهد الثقافي الروسي في فيينا. وقفة أمام مبنى الأمم المتحدة في فيينا لنجدة مرضى سرطان في سوريا. إصابة طفل وامرأة بجروح بالغة بعد هجوم من كلب الروتويلر. غربان مشاغبة تتسبب بتلف سقف البرلمان النمساوي الزجاجي. والرئيس النمساوي يحث المواطنين على التواصل الاجتماعي. نشرة الأخبار بالتفصيل على النمسا ميديا، أهلا بكم. أكد المستشار النمساوي كارل نيهامر على ضرورة تقديم مقابل للدعم الاجتماعي الذي يتلقاه العاطلين عن العمل. وأشار نيهامر إلى فكرة فرض واجب العمل على طالبي اللجوء أو أي أحد يتلقى المساعدات بما فيهم النمساويين، واعتبر أنه من المناسب أن يقدم الأفراد مقابل عندما يتلقون دعما من الدولة، ويرى أن التحديات تواجه سوق العمل وأن الدولة الاجتماعية تعمل جيدا عندما يكون هناك من يستعد للعمل، ولذلك يجب فرض واجب العمل على جميع المستفيدين من المساعدات الاجتماعية. طالب المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب نيوز الليبرالي هيلموت براتشتيتر طالب بإغلاق المعهد الثقافي الروسي في فيينا بسبب الهجوم على أوكرانيا. وأكد براتشتيتر على أن البلد الذي يقضي على بلد آخر ويدمر ثقافته ليس له الحق في التحدث عن الثقافة، موضحا أنه لا يرغب في وجود مؤسسة ثقافية روسية في فيينا. ومؤخرا واجه المعهد صعوبات مالية نتيجة العقوبات التي فرضت على الهيئة الروسية المشرفة على معاهد الثقافة الروسية في الخارج، وأدى ذلك إلى إقالة أكثر من نصف الموظفين وتخفيض نشاطهم. اجتمع العشرات من السوريين أمام مقر الأمم المتحدة في فيينا، وذلك للمطالبة بمساعدة مرضى سرطان في الشمال السوري المحتل. وطالب المتظاهرون باستمرار فتح الحدود لمساعدة المنكوبين والمرضى الذين يعانون من إغلاق الحدود المتكرر ونقص المستشفيات والعلاجات. وناشد المتظاهرون المجتمع الدولي بأن يكون صوتا لألمهم ويقف إلى جانبهم في هذه الظروف المأساوية. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات التركية سمحت أمس بدخول أول دفعة من المرضى لتلقي العلاج، حيث وصل عددهم إلى 45 مريضاً. هاجم كلب من نوع الروتوايلر في النمسا السفلى، هاجم طفلين وامرأة، ما أدى لإصابة طفل وامرأة بجروح بالغة. وقع الهجوم أثناء لعب الأطفال بعمر 2 و7 سنوات بالكرة في الشارع، حيث هاجمهم الكلب بسرعة فيما حاول الأطفال الفرار، لكن الكلب هاجمهم مرة أخرى وأصاب الطفل الصغير وامرأة بجروح خطيرة، وأصيب الطفل الأكبر بجروح طفيفة، وذلك حتى تمكنت صاحبة الكلب من تهدئته، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى باستخدام طائرات هليكوبتر. قام عدد من طيور الغراب برمي حصى على سقف البرلمان النمساوي الزجاجي، ما أدى إلى تلف بعض الألواح. وقال متخصص في الطيور أن هذا سلوك طبيعي للغربان الصغيرة، وقد تم تسجيل تشققات في 4 ألواح زجاجية، حيث سيتم استبدالها خلال أعمال الصيانة، وسيتم إغلاق المبنى أمام الزوار، وسوف تأخذ الإدارة استنتاجات المختص في الاعتبار للتعامل مع تلك الغربان المشاغبة، مثل وضع شبكة فوق القبة لمنع التلف. أخيراً، حث الرئيس النمساوي ألكسندر فاندابيل المواطنين على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي
خلال مهرجان سالزبورغ وكسر الفقاعات الاجتماعية والحوار مع المختلفين. وقام الرئيس أمام الحضور بفتح هاتفه ومتابعة حساب خصمه السابق نوربرت هوفر على تويتر، ودعاه لمتابعة ناشطة المناخ السويدية غريتا ثومبرغ، وقال: التعامل المحترم مع بعضنا يجب أن يصبح قويا. ودعا المواطنين لزيارة الأماكن الاجتماعية والتواصل لتعزيز التفاهم والتعاون بين أفراد المجتمع. وقد أثارت هذه الخطوة جدلا واسعا في النمسا. Oder von Andreas Babler oder von Alexander van der Bellen. Wir können darüber lamentieren oder wir können versuchen, das zu ändern. Also wieso nicht einmal versuchen, die Algorithmen zu verwirren, indem wir auch denen folgen, das ist Neudeutsch, tut mir leid, auch denen folgen, deren Meinung vielleicht nicht so ganz unserer Meinung entspricht. Auf diese Art bekommen wir dann auch Ausschnitte der Realität zu sehen, die wir anders nie zu Gesicht bekommen hätten. Und auf diese Art bekommen wir vielleicht auch wieder das Bild einer gemeinsamen Realität. وأنتم إلى أي حد تستطيعون التواصل مع من يخالفونكم في الرأي؟ كانت هذه نشرتنا الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لكم من إنفوغراد النمسا ميديا. لا تنسوا تحميل التطبيق على هواتفكم ليصلكم كل جديد. كنت معكم أنا هيفاء، ألقاكم في نشرات لاحقة بأمان الله.